منتصف 2017 وزارة الآثار عشان ما عندهاش موارد مالية حصلت على دعم مالي استثنائي قيمته 1,270,000,000 جنيه من سنة ونص الكلام ده. عشان نشتغل في ايه؟ عشان نشتغل في مشروع تطوير أهرامات الجيزة اللي تقريبا انتهى، ثلاث قاعات المتحف القومي للحضارة المصرية، قصر بارون، قصر محمد علي شبرا، المتحف اليوناني الروماني، والمعبد اليهودي في الإسكندرية، طريق الكباش في الأقصر. ده اللي قلناه في خمس سنوات، الخبر اللي نزل تاني يوم ما كانش كده. كان 1,270,000,000 جنيه للتراث اليهودي. ده اللي اتقال، اللي اتقال في اللجنة واللجنة قاعدة معايا، قلنا 1,270,000,000 وكل المتخصصين والصحفيين في قطر عارفين ان 1,270,000,000 اللي طلع بالقرار نائب الوزراء مخصص للمشاريع دي كلها. لكن طبعا بعض القنوات المعادية قطعت الكلام وخدت كلمة الايه؟ المعبد اليهودي، وقالوا ان ترميم المعبد اليهودي بمليار ونص، معبد اليهودي قيمة ترميمه حوالي 65,000,000 جنيه، الرقم اللي انا قلته فعلا في مجلس النواب.